وفي الخدمات، أطلقت بلدية قضاء العلم حملة لرفع الأنقاض من الأحياء السكنية في الساحات والطرق كافة. وقال مدير البلدية حذيفة أحمد خلف إن الأهداف الأساسية من حملة التنظيف إظهار المدن بشكل أجمل والتقليل من الأتربة والتلوثات البيئية الضارة بحياة المواطنين، مؤكدا مواصلة العمل حتى شمول جميع أحياء القضاء. تقوم بلدية العلم بحملة لرفع الأنقاض والنفايات المتجمعة داخل الأحياء السكنية، وكما تشاهدون أمامكم يتم رفعها من الساحات أمام ساحات المدارس وبين المجمعات السكنية، حيث تؤدي هذه النفايات والأنقاض إلى المساس بالبيئة وبصحة المواطنين.